وتتبعي قناة شوف تي في. ومشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير وكنتمنى كذلك برفع عناد البلاء. ودائما كيف ما كنقول ديما نبقاو في الاحتياطات الاحترازية ديالنا اللي منها الكمامات وكذلك وسائل ديال التعقيم أو التنظيف وكذلك مسافة الأمل بيننا وبين الشخص الثاني. وكيف ما معودين لكم أكيد في القناة ديالنا فاحنا كل نهار كنديروا مباشر وكنحاولوا أننا نتناقشوا معكم ونفتحوا معكم نقاش أو دردشة وناخذوا غناخد التعليقات ديالكم. غنعاود الموضوع ديال النقاش ديال اليوم اللي هو شو رايكم في البنيه التحتيه ديال مدينه الدار البيضاء وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذه الفوضى هذه. شمال السلام عليكم وصباحك مبروك اختي. اشرف صباح الورد والياسمين وصباحك مبروك اخويا. نيابة التعليم فين؟ اللي زرقتوني؟ لا لا بحال غادي نمشي نغوص نجي. السلام عليكم. الطاكسي ديال بوزكور الساحة. الساحة سراغنا واخا. نجي الطاكسي. لا الساحة غادي نطلع لبني مديد. نادية صباح الخير اختي صباحك مبروك. سعيد صباح الخير وصباحكم مبروك. الحسن صباح النور. غنعاود موضوع ديال النقاش اللي هو شو رايكم في البنيه التحتيه ديال مدينه الدار البيضاء واش لمن كتحملوا المسؤوليه. خالد صباح النور اخويا. كما كنعرفوا انه في مدينه الدار البيضاء ولات واحد الفوضى كثيره بزاف للاسف الشديد. فاطمه قالت لك صباح النور الله يعاونكم. شكرا اختي وصباحكم مبروك. صلاح الدين شكرا اخويا. صلاح صباحكم سعاده شكرا اخويا. الله يدير الخير والله يصوب. وبالنسبه لهاد بيرانزارا بتاع مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. كانت معكم سيام من قناه شوف تي في. الى اللقاء.